رغم قساوة العامين الماضيين على العالم أجمع، بعد ظهور فيروس كورونا وتربعه على عرش عناوين الأخبار والأحاديث العامة، إلا أنه كشف مواطن القوة والضعف لدى الحكومات ليضعها تحت الضغط والاختبار فيما يتعلق بإدارة أزمة كبيرة من هذا النوع. ليبيا أيضاً كانت واحدة من الدول التي دخلها الفيروس وتفشى فيها. جاء ذلك مع تعاقب الحكومات التي حاولت التعامل مع الظرف الخاص بما تمتلك من إمكانيات تساعدها في السيطرة على فيروس أنهك أعتى الدول. فمع كسر إجمالي الإصابات في البلاد حاجز 350 ألف إصابة واقتراب العدد التراكمي للوفيات من 5000، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح أن الوضع الوبائي في البلاد جيد ومطمئن، خصوصا مع انخفاض النسبة الإيجابية إلى 15% بعد أن وصلت إلى 40% في الفترة السابقة، عازيا السبب إلى تفشي المتحور دلتا سريع الانتشار. نحن في وضع وبائي جيد مقارنة بالأشهر الماضية، هذا يعطينا المؤشر يدل على أن هناك انحسار لهذه الموجة الثالثة التي ضربت بلادنا. أيضا نسبة الإيجابية قلت من تقريبا 40% إلى 15%، ولكن أريد أن أعرج على نقطة مهمة هنا الآن، وهي للأسف 85% من العينات التي تم أخذها في ظل الجائحة اللي كنا فيها هذه الجوة كانت من متحور دلتا للأسف. هذا ما يفسر سرعة الانتشار اللي ضربت البلاد من متحور دلتا، و85% من العينات وأكثر تقريبا كانت من متحور دلتا، وبذلك نحن لسنا استثناء من العالم. متحور دلتا للأسف دخل لليبيا. وفي الوقت ذاته كشف السايح في مؤتمر صحفي عن احتمالية واردة لدخول ليبيا في موجة رابعة من الوباء تحتاج إلى تكاتف فرق التقصي والرصد والأطباء وجميع العاملين بمراكز العزل على اختلاف أماكن تواجدهم لمواجهة هذه الموجة والتعامل مع الموقف بشكل أكثر احترافية مقارنة بالموجات والفترات الماضية. هناك للأسف قد نضطر هناك موجة أخرى في حالة عدم تغذية اللي احنا نبوها من اللقاحات، موجة أخرى قد تضرب البلاد في بداية مطلع العام القادم، ولذلك أريد الأسماء التي ذكرتها أريد تكاتفهم وجهدهم معنا في المرحلة الصعبة اللي قد قدر الله أن ليبيا تكون من الدول اللي تستهدفها الموجة الرابعة للأسف. فلذلك كل العاملين في القطاع الصحي لمجابهة كورونا نأمل تكاتف الجهود لقراءة وضع وبائي وموقف وبائي صحيح والاستجابة لاحتواء أي موجة قد تحدث. ومن المبشر بالخير مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يتطلب جهودا استثنائية كون فرص الإصابة بالأمراض القريبة بأعراضها من كورونا تتزايد، أشار مدير المركز الوطني إلى قرب وصول لقاحات خاصة بالإنفلونزا الموسمية، علاوة على تسلم مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا للاستعداد بشكل جيد لهذا الموسم، ليصل إجمالي الجرعات في البلاد إلى 7 ملايين جرعة من مختلف اللقاحات استخدم منهم فقط 30%. إذن محاولات يبدو أنها بالاتجاه الصحيح تقوم بها الحكومة سعيا لمكافحة مفاجآت قد تخبئها كورونا في جعبتها.